Members of Venezuelan's National Assembly say. ازداد التوتر بين أعضاء البرلمان الفنزويلي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي والتي فاز فيها نائب الرئيس السابق نيكولاس مادورو ورفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج. وبلغ التوتر بين المعارضة اليمينية وأنصار الحكومة اليساريين أوجه في جلسة البرلمان يوم أمس الثلاثاء عندما اندلعت مشادة بين الطرفين أصيب فيها أكثر من 22 عضوا من الجانبين. وقالت مصادر المعارضة الفنزويلية إنما لا يقل عن 17 عضوا منها وخمسة من أنصار الحكومة أصيبوا خلال الاشتباك. وظهر أحد أعضاء البرلمان النائب عن حزب الوحدة الديمقراطية خوليو بورخيس على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية المستقلة بعد أن تلقى اللكمات وبدت آثار الكدمات واضحة على عينه اليسرى. وقال بورخيس إنه ليس الوحيد الذي بدأ الاشتباك، وإن من يتحمل المسؤولية هو رئيس البرلمان كابيلو. وكان كابيلو صرح بأنه طالما أن المعارضة لا تعترف بالسلطات ولا المؤسسات الحكومية فإن عليهم اللجوء إلى قناة جلوب وفيجن التلفزيونية، ولكن ليس من حقهم القيام بالاعتراض داخل البرلمان. أجمل أسبقية على الأراضي الكتالونية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، كرة رائعة، كرة خرافية، بافارية في الملاعب الأوروبية. مانجوكيتش الربع، أتمت لويس جوستافو، ماكينة ألمانية في التحرك، ماكينة ألمانية، ماكينة ألمانية، جول. مشاهدينا الكرام، هم ملوك الزمان. بالنيران بالنيران يكتوي الإسبان، نيران صديقة لبيكين باور جنرال بيكي. انتهت برسايدي برشلونة، كرة ألمانية نارية، ريبيري في التوزيع، وجنرال بيكي يضع الكرة في الشباك وهو الفتاك، والنهاية دراماتيكية. قلت عذبت
ألمانيا سابقا. منتخب إسبانيا فاز على ألمانيا في نهائي اليورو 2008. منتخب إسبانيا أقصى ألمانيا من نصف نهائي المونديال 2010. ومنتخب إسبانيا فاز باليورو 2008.